عندي موضوع مهم عن القهوة. أكيد أنت تشرب قهوة، أنت تشربين قهوة. في أشخاص يشرب له من فنجان إلى 5 فناجل قهوة عادي، يحط رأسه وينام أموره طيبة. وفي أشخاص من يشرب له فنجان فنجانين عيونه مبققة ليل فير. وين الخلل بالضبط؟ أنا أقول لكم بالجسم، ركز في مستقبلات للكافيين. يعني شنو؟ يعني أنا لما أشرب قهوة أول مرة ما عندي مستقبلات وايد، فالجسم كله يحوشه حالة استنفار، والكافيين وايد يزيد دقات القلب. بعد فترة تزيد مستقبلات الكافيين، فخلاص كان الجسم يقول نعرفك. شو رايك أعطيك مثال حلو؟ تخيل أنت تدش دوانية ما تعرف فيها ولا أحد أول مرة تدش، شو راح ردة الفعل؟ الكل راح يقوم ويسلم عليك يا هلا مرحبا، ولما تقعد يصير هدوء يخزونك يعرفون أنت منه. جيت مرتين ثلاث أربع جزء بسيط راح يقوم لأن عرفوك. إنزين جيت كل يوم ميانة عادي وأنت داش خلاص لأن عرفوك. إنزين وإذا قبت فترة طويلة ورديت نفس الطريقة راح يقومون يسلمون عليك نفس الطريقة. إذا أنت تعاني من النوع هذا اللي تشرب قهوة عادي جسمك متشبع من الكافيين، أصلا الكورتيزول عندك خلاص راح ينزل، يعني ما راح يكون عندك طاقة وعندك باور، شنو تسوي؟ اقطع فترة طويلة وارجع اشرب قهوة. لما تقطع فترة طويلة يقلون المستقبلات. عرفت شو الفرق الحين بينك وبين شخص ثاني عادي عنده ينام أو واحد يبقق عيونه ليل فير؟ مستقبلات الكافيين. عشان تقلل هذه المستقبلات اقطع قهوة فترة وارجع ثاني مرة. أوكي؟ واحد قهوة معك.